السلام عليكم. يا ترى ازاي بختار انسب الالوان لكل فراغ عندي في البيت؟ الحقيقه ان قرار اختيار الالوان قرار مرهق ذهنيا، وبيحصل في بعض الاحيان ان احنا مش بنتوفق فيه. غالبا برضو بصوره يوميه انا بلاقي نفسي في موقف ان انا محتاج اختار الوان لحاجه معينه، سواء في تشطيب بيتي، بغير ديكور مكان معين، في الاختيارات اليوميه زي اللبس وغيره. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعرف ازاي ان احنا نبسط مسألة اختيار الالوان، وايه هي الادوات اللي تساعدنا ان احنا نتغلب على المشكلة دي دايما. السؤال ليه اصلا مسألة اختيار الالوان مهمة؟ اختار اي حاجة وخلاص. الالوان في الحقيقة لها تأثير مباشر على حالتنا المزاجية، على شعورنا بالراحة. احيانا بتوصل للتأثير على حالتنا الصحية. على سبيل المثال، اللون الاحمر بيرفع ضغط الدم وبيزود عدد نبضات القلب، علشان كده الأفضل إن احنا منستخدموش بشكل صريح في غرف النوم أو مع الناس اللي بتعاني من ارتفاع في ضغط الدم. كمان لأن نجاحي إن أنا أختار أنسب الألوان في كل فراغ في بيتي معناه إن كل فراغ هيأدي وظيفته، معناه إن أنا هشعر بالراحة في المكان، وده هينعكس على سعادتي وعلى إنتاجيتي. الألوان هي الميزان الحقيقي لنجاح أي تصميم. في حالات كتير حسن اختيار الألوان بيخفي مشاكل تصميمية، في حالات تانية سوء اختيار الألوان بيكون سبب في فشل تصميمات جميلة جدا. الألوان اللغة بيفهمها كل الناس، بغض النظر عن اللغة، عن اللون، عن الجنس. مهم جدا واحنا بنتكلم عن الألوان يكون واضح لنا ان الألوان مش مقصود بيها مجرد لون الدهانات ولون الأرضيات، لا، وان كانوا هما جزء مؤثر من التشكيل اللوني للفراغ، ولكن المقصود هو الصورة الكاملة للفراغ بكل عناصره: أرضيات، جدران، فرش، ستاير، سجاد، وحدات الإنارة والإكسسوارات وغيره. علشان نقدر نتعامل باحترافية مع الألوان، في 5 نقط مهمين لازم إن احنا نكون ملمين بيهم. يلا بينا نشوفهم مع بعض. أول نقطة عندي في ال5 نقط هي إيه المحددات اللي بتتحكم في اختيار أنسب لون لكل فراغ؟ في نقطتين مترابطين جدا. ايه هي وظيفة الفراغ، سواء كان غرفة معيشة، غرفة نوم، غرفة اطفال؟ ايه هي الحالة المزاجية او المود اللي انا عايز اخلقه جوه الفراغ، واللي لازم يكون بالضرورة متوافق مع وظيفة الفراغ؟ على سبيل المثال، انا لو عملت تكوين لوني جميل جدا ولكن مش مناسب لوظيفة الفراغ، فده بيعتبر فشل مش نجاح، حتى مع ان التكوين اللوني في حد ذاته جميل جدا. لو عندي غرفة نوم ألوانها مبدعة لكن الجو العام اللي أنا عملته كله حيوية ونشاط، فأنا كمستخدم ورغم جمال الغرفة يستحيل أتوافق معاها أو أحبها. لو أنا عايز أخد مثال على اختيارات ألوان موفقة وبتناسب طبيعة الفراغ، هنلاقي مثلا في مطاعم الوجبات السريعة، واللي غالبا ورغم اختلافها هتلاقيها بتستخدم درجات ألوان الأحمر، البرتقالي، الأصفر ودرجاتهم، لان دايما هدف المصمم انه عايز يخلق جو مبهج وفي نفس الوقت فاتح للشهية. درجات الالوان اللي قلنا عليها دي بتعتبر فاتح شهية بصر، ليها تأثير فيسيولوجي علينا فاتح للشهية، وهنلاقي دايما في بعد عن اللون الازرق واللون البنفسجي، لان الالوان دي بتدي جو من الهدوء والسكينة. مقصود من الفراغ انه ما يكونش فراغ للاستقرار ولا للقعدة، هو عايزك تاكل وتمشي والمكان بعد كده يفضل غيرك. كل ده تأثيرات لونية مبنية على الاثر الفيسيولوجي للالوان علينا،